السلام عليكم. رانا في نهار تاع الحرث، ان شاء الله يكون عام خير لكل الجزائريين. اليوم حبيت نهضر على واحد القضيه، هي قضيه تاع التسميه تاع الفرنسيين اللي عطاوها لبعض المناطق، وكانت فيها اهانه، فيها الناس ما يعرفوش علاه سموا هذيك المنطقه. اليوم راح نوضحوا هذه التسميات. نعطيكم مثال، هي باغ اكزومبل نبداو بمنطقة تاع الغرب الجزائري، وبالخصوص منطقة تاع الحدودية اللي موجودة ما بين المغرب والجزائر. هذه المنطقة اللي سمتها فرنسا مجاز زوج بغال، وين كان يتلاقى الجزائري والمغربي باش يتبادلوا التجارة، باش يتلاقاو العائلات اللي موجودة في المغرب اللي موجودة في الجزائر. سماوهم الفرنسيين، سماوهم زوج بغال. دونك زوج بغال هي إهانة سيتادير الجزائري بغال، والآخر المغربي بغال، سيتادير إطاحة بالإنسانية تاع الجزائريين ولا المغاربة كل سوا. وهذه لابد باش تدخل في التاريخ، باللي المستعمر نهار يجيك البلاد يعبث بيك، يعبث بالخيرات، يدي الخيرات، يطيح بالقيمة تاع الإنسانية تاع الجزائريين. على هذا يفول يتنبهوا الإخوة الجزائريين باللي المستعمر ما عنده حتى فايدة معك. وكاين كلمات واحدة أخرى الناس يسموها وما على بالهمش علاه، وإن شاء الله نكونوا نصيبوا إصابة تاعنا اللي نفيدكم بالتاريخ، وإن شاء الله نكونوا على حق. كاين البار براقي، هذا براقي المدينة اللي موجودة ديميتروف ولا موجودة في أطراف تاع العاصمة. براقي هي كان حوسوا عليها نلقاوها، سيتي أن بار أكي. المول الحانة هذيك ولا البار هذاك كان يسميوه أكي، هو إيطالي. كانوا كل ما يجوا من القيادة يتلاقاو تما في هذيك المنطقة في البار هذاك، ويجادلوا الفرنسيين ويحتفلوا ويصيدوا من القيادة. ومن بعد من تم كي دينا الاستقلال كملت ولات اسمها براقي. حاجة واحدة أخرى، حسن بادي اللي موجودة في الحراش. حسن بادي هذا ما كانش على هذا الاسم هذا، مي فرنسا كي حبت تتعرب، كي شافت روحها بلي كونكوا بدات الناس تفيق وقاعدك، حبت تتعرب الكلمات من الفرنسية الى العربية لكن مكتوبة بالفرنسية. حسن بادي هي كلمة نتاع ترجمة نتاع حصن بديع. حصن بديع وهو بلفور، كلمة تاع بلفور ترجموها ولات حسن بادي، كي تكتبها تولي حصن بادي. دونك بديع هو بديع، والفور سي هو حصن. دونك أخي الجزائري فوت عرف تاريخك، ولا بروشين فوا نزيد نعطيكم معلومات أخرى. والسلام عليكم، تقبلوا إن شاء الله. رانا صبنا في التاريخ نتاعنا، نجمو نغلطو، نجمو نكونوا على حق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.